سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية. قصة النبي موسى عليه السلام. الحلقة 17. جيناكي تاني ازيك يا خالتي صفية عشان تحكي لنا قصصك الجميلة. اهلا يا اولادي حبابكم عشرة، كيفكم؟ ان شاء الله كويسين الحمد لله. كيف حالك انت؟ الحمد لله. انا بتذكر يا خالتي صفية انت قلتي انه الله سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى عليه السلام يوم رحيلك قرب ويشوع ابن نون حيكون هو الغايد بعدك. ده صح. وكمان الله امر سيدنا موسى ان يكتب نشيد شهادة ويقوم هو مع يشوع ابن نون بتحفيظه لبني إسرائيل كلهم. تمام. ويحفظوا النشيد ده يا خالتي صفية عشان يكون شاهد على عصيانهم وجحودهم لله. صح. بعد كل الخير اللي اداهم له. ده صحيح. ويكون شاهد على خيانتهم لعهد الله. ويكون شاهد على عصيانهم للمولى. لما تقع عليهم مصايب كثيرة ومشقات. وأجيالهم هيحفظوه وما هينسوه. ده كلام صح. وسيدنا موسى فعلا كتب النشيد المطلوب ده في نفس اليوم ذاك وأنشده لبني إسرائيل. والنشيد بيقول: يا سماء أشهدي على بياني، ويا أرض أسمعي ما يقول لساني. تعليمي ينزل زي المطر وزي الندى ينزل كلامي على الحشائر والزهر. كلامي واضح أبين وثابت زي الندى على الزرع اللي يدوب نبيت. أعلن اسم المولى واهتف وعظم إلهنا، إليه وحده يجب أن نلجأ، لأن إلهنا هو الملجأ. كل أعمال كاملة، كل أحكام عادلة، هو إله عادل وأمين. لا يظلم أحدا ولعباد معين، لأنه صالح وعادل وحق، لكن فسد قدام شعب الأحمق وضيعتهم، لأنهم اتنكروا ليه وابتعدوا عن طريقه ما ساروا بيه، لأنهم شعب ضال وفاسد وبنعمة المولى الكريم جاحد. دجز الإحسان التمرد على الله والعصيان. يا شعب يا غبي يا أحمق يا صغير، الله مش هو الصانع الغدير الأبدع في خلقكم وتصويركم، ومع ذلك كان جحودكم وتقصيركم. اتذكروا السنين اللي انصرفت ويتأملوا زمن الأجيال السلفت. أسألوا أبواتكم خلوهم يرووا ليكم، واسألوا شيوخكم خلوهم يفسروا ليكم. الله الغدير قسم للأمم نصيبهم من الأساس، وميز الناس ورسم حدود كثيرة للشعوب، ونصيب منها كان شعب المحبوب بني إسرائيل، هم شعب علام الغيوب.
كانوا في الصحراء في أرض قاسية، لا زرع فيها ولا ماء، أرض ناشفة مهجورة، لكن الله فرض له وحماهم من كل خطورة، ورعاهم أفضل رعاية وشملهم بكل عطفه إلى ما لا نهاية. الله الواحد لا شريك له، ولا إله غريب معه، هو وحده غاد شعبه ودخل لهم لأرض الميعاد، وبفضله أطعمهم من خيرات المزارع أفضل زاد هنالك من خلايا النحل، أطعمهم الشهد والعسل، وهيأ ليهم كل الزيت لطبخ الطعام في كل بيت، وأطعمهم لحم الكباش المحسنة والحملان، أطعمهم أشهى لحم الضان، ومنحهم الجبن والألبان، وأفضل أنواع الغمح والنبيذ وشراب العنب اللذيذ، شبعوا لدرجة السمنة والبدانة، ورفسوا النعمة بلا تقدير ولا أمانة، وبتفكيرهم التافه الحقير تركوا الصانع الغدير، الفضلهم واختارهم رفضوا منجيهم الخبير، وأغضبوه بأتباع عليها غريبة وبفعال شاذة وعجيبة، أفعال شعب ضل وتاه، قدموا ضبايح لغير الله لشياطينهم، لآلهة غريبة اتباعها لا يسر، لأصنام غير مفيدة وعبادتها تضر، أجدادهم بها ما سمعوا ولا لعبادتها اجتمعوا، وبلا تدبر ولا فهم تركوا الصانع الأوجدهم من العدم، نسوا المبدع الغدير. الله رأى طغيانهم، رأى تمردهم، ورأى عصيانهم، رأى عدم تجردهم، ولأنهم أغضبوه قال لأنهم عني ينصرفون أصرف رحمتي عنهم، فكيف يتصرفون؟ لأنهم شعب ضال وعباد غير مخلصين، أصبحوا في حياتهم تائهين، عبدوا آلهة ليست بآلهة، وأغضبوني بأصنامهم التافهة، أنا أغيظهم بأمة غبية وأقل منهم شأن، لأن غضبي ولع نار سأسقيهم الهوان، نار غضبي يصل لهيبها إلى عالم الأموات، يحرق الأرض بمحاصيلها ويحرق الجبال والفلوات، ولأنهم ضلوا ولم يتبعوا كلامي سأمطرهم بمصايب وأنوشهم بسهامي، وسيضعفوا من الجوع والموت والهلاك، تصرعهم الحمى والوباء الفتاك، أفك عليهم أسنان كل وحش من الحيوان، وسم زواحف الأرض والثعبان، وفي الطريق بما فيهم القوي والضعيف يسقطوا كلهم مقتولين بالسيف، وداخل الدار يتجمد كلهم من الخوف وعدم الجلد، لا فرق في هذا بين البنت والولد، ولا الطفل الصغير أو الشيخ الكبير، أنا قلت أهلكهم وأمسح ذكرهم بين الشعوب، لولا حساباتي من أن يفرح العدو ويشمت ويدعي الخصوم أنهم انتصروا على بني إسرائيل، وما يعترفوا بأنه الجبار هو الذي أزل بني إسرائيل، بني إسرائيل أمة لا تعقل ولا تقرأ ما بين السطور، لا يتعظ ولا يعقل الأمور، يا ريت كان عندهم من الحكمة والفهم نصيب عشان يفهموا ويتأملوا مصيرهم الرهيب، أنا هاجرتهم لذا الواحد من أعداهم يغلب ألف منهم ولا يخاف، وعدوين يهزم منهم آلاف، لكن الأعداء ما عندهم سند قوي زي سند بني إسرائيل، وهم عارفين الحقيقة دي، وعنبهم من أطلال وخرائب
عمورة وسدوم، شرابهم سام وطعمه مر في الحلقوم، وطعم خمرهم سم صعبان قاتل مميت للإنسان. كل أفعالهم مدونة عندي ومحفوظة مختوم عليها في خزايني. أنا أنتغم وأنا أجازي هلاك أعضاء شعبي قريب، وحيتم في حينه بفعل العجيب، وفي الوقت المعين حيتعسر ويسقط ويخبو ضجيجهم ويسكت. الجبار حيحاسب شعبه كمان وحيرأف على عبيده، لما يتواضعوا قدامه لا يظلم أي إنسان. الله حيسأل كل العصاة، وين آلهتكم يا خطاة؟ يا تملجع كان بياويكم، وين الآلهة كانت بتاكل ضبايحكم وكانت بتحميكم وكانت بتشرب خمركم بتقدموا ليها؟ خلوها تقوم وتنصركم، اتكلوا عليها، أعلموا إني أنا الله المصور القدير الجبار. اعلموا إني أنا الله المصور القدير الجبار. ما في إله تاني غيري. أنا أحيي وأمي أجرح وأشفي وما في منغز من يدي. أقسم بذاتي أنا الحي القيوم الجبار، الأول الآخر لما أشهر سيف السنين وامسك بيدي للعقاب. لا مهرب ولا منجا سيفي سيحسد الرقاب. سأنتقم من خصومي ومن من يعادوني من دمهم تروى سهامي. سيفي يحرسهم يحرس لحمهم سيفي يروي من دم الأعداء ومن دم غادتهم الألداء. يا عبادي يا شعوب الأمم الصالحة الله بيأمركم كونوا فرحانين لأن الجبار بينتقم لدم عبيده وينتقم من أعداء بإيده ويسامح شعب بعد كل القطرسة ويطهر أرضه المقدسة ويطهر أرضه المقدسة. وسيدنا موسى عليه السلام يا جماعة أنشد النشيد ده للشعب، وكان معاه يشوع ابن نون. ولما خلص الإنشاد قال لكل بني إسرائيل: يا ناس، أيوة يا ناس، أها، اتأملوا كل الكلام اللي أنذرتكم به اليوم. حاضر. عشان توصوا أولادكم باتباعه والعمل بأحكامه. إن شاء الله. الكلام ده كلام غيم جدا. وباتباعه الله حيرضى عنكم وحيبارك في أعماركم وطول إغامتكم. آمين. بتعاقب الأجيال في الأرض اللي حتملكوها بعد ما تعبروا لها نهر الأردن. إن شاء الله. وفي نفس اليوم ذاك الله قال لنبيه موسى: يا موسى أطلع جبل نبو القصاد مدينة أريحة عشان تشوف أرض الميعاد اللي حيملكوها بني إسرائيل، وبعد ذاك أنا حقبض روحك وتنضم لأسلافك زي ما مات هارون أخوك في جبل هور، لأنكم أنتوا الاثنين خالفتوا أمري
وما أصهرت عظمتي قدام الشعب عندنا بعمريبة بين صحراء صين وفاران. عشان المخالفة دي أنت كمان حتموت وما حتدخل أرض الميعاد، لكن حتشوفها بس من بعيد. وسيدنا موسى قبل موته طلب من الله يبارك قبائل بني إسرائيل بركة خاصة، وهم راوبين ويهوذا ولاوي وبنيامين ويوسف وزبولون ويساكر وجاد ودان ونفتالي وأشير. سيدنا موسى سأل الله يبارك القبائل دي ودع عليهم بالخير ومدح صفاتهم، وده كله مدون في الجزء الأخير من التوراة. ومن سهول مواب سيدنا موسى طلع في راس منحنى في جبل نبو قصاد مدينة أريحة، والله وراه كل أرض الميعاد وقال له: يا موسى، دي هي أرض الميعاد اللي أنا وعدت بيها أجدادك إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقلت لهم أنا حديها لذريتكم. حسي أنا وريتك ليها وإنت شفتها بعينيك، لكن ما حتدخل أبدا. وحسب إرادة الله سيدنا موسى مات في مواب وكان عمره 120 سنة، لكن مكان مقبرته بالتحديد ما معروف. وسيدنا موسى يا جماعة لغاية ما مات ما كان ظاهر عليه الكبر ونظره ما ضعف أبدا. وبني إسرائيل بكوا وفرشوا وحدوا على سيدنا موسى في سهول مواب لمدة 30 يوم. أما خليفته يشوع ابن نون الله رزقه بالحكمة، لأنه سيدنا موسى قبل موته وضع يدينه عليه قدام الشعب، ودي كانت إشارة إنه يشوع هو اللي حيكون خليفة سيدنا موسى بعد وفاته. وبن إسرائيل أطاعوا يشوع حسب أمر الله لسيدنا موسى قبل موته. ومن الوقت ذاك ما ظهر في شعب بن إسرائيل نبي زي النبي موسى عليه السلام، اللي كانت علاقة الله معاه مميزة وخاصة جدا، لأنه الله رسله عشان يعمل المعجزات والعجائب في فرعون وأعوانه وكل قومه في مصر. ما في نبي عمل بقدرة مدهشة وعزيمة وتحدي زي ما عمل النبي موسى قدام شعب بن إسرائيل. دي أولادي كانت هي قصة سيدنا موسى عليه السلام. بارك الله فيك يا خالتي صفية، بجد قصة عجيبة ومليانة بالتفاصيل. شكرا كمان ليك. والله شكرا. وكمان فيها عناد كثير خلاص واجهوا سيدنا موسى، صح. لكن الحمد لله الله ثبتوا ونصروا عليهم. صحيح. شكرا لك يا خالتي صفية، بجد متعتينا كثير وكتر خيرك. الله يخليكم يا ولادي، الله يحفظكم. كتر خيرك يا خالتي صفية على المادة الدسمة دي. الله اسمحي لنا بعد عاد نستاذن. مع السلامة. تفضل. مع السلامة يا خالتي صفية. مع السلامة يا ولادي. كتر خيرك. شكرا لك. تحية زروق. إخراج طماطر شيخ الدين.